ولذلك ملي كينقص فيتامين دي يعني الكالسيفيرول الكالسيتونين هذا النظام طبعا كيكون هشاشه العظام. يعني الميكانيزم الاول هو ان تثبيت الكالسيوم على العظام ما كيبقاش. الميكانيزم الثاني كتوقع ريبتير، كيوقع واحد الخلل على مستوى الكليه والكالسيوم كيضيع مع البول شرف الله وقدر السامعين كيبو يضيع بكثره. وماشي غير الكالسيوم، علينا نرضع الكالسيوم ممكن زعما، ولكن بعض المرات كيضيع البوتاسيوم، اللي كيضيع البوتاسيوم كيولي تحت ثلاثه، كيولي انتفاخ، كيولي اشياء، لان الماء ما كيخرجش من الجسم. فهذا المشكل الان السيده هذه جزاها الله خيرا. نعم كيكون تغيير في الهرمونات بعد سن الياس، كاين هرمونات تتوقف لان على سموه سن الياس، يعني الهرمونات هذه ديال الخصوبه، الهرمونات التناسليه توقف. علاش؟ لان المراه ما بقاش تولد، سن الياس معناها ما بقاش تولد، معناها ان هذه الهرمونات هذو اللي كيعملوا على الدوره الشهريه اللي كيطلعوا على 14 يوم ويعاودوا يهبطوا على 22 يوم، هذو ما كيبقاوش كيتوقفوا، يعني لا ال اش لا ال تي اش ولا ال اش، هذو ما انتاغونيست، يعني كي وحده كتبدا وتكمل الثانيه. ثم عند الرجال لا، عند الرجال التستوستيرون تيبقى خدام حتى ل 160 حتى يموت الشخص، يعني التستوستيرون كيبقى خدام. غير تاكسد التستوستيرون هو اللي مشكل، كيصبح معرض للتاكسد، كيبقى صلع، كيدار صلع عند الرجال. هذا 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 اسميت فال وحتى يعني حتى العامل ديال التستوستيرون هو فيه مشكل. لماذا؟ لان ملي كتضخم البروستات كينقص هذا الفاعليه عند الرجال، كتنقص يعني طبعا، لان هذو الاطباء كيعرفوا هذا المشكل هذا. فما خصش يكون معنى خلل هرموني، خلل هرموني ما خصش يوقع على جميع الاعمار. الناس خصهم يفهموا هذا الخطاب، ومع الاسف الشديد نحن نتكلم لمده ساعه، ومع ذلك الناس مازالين كيتصلوا بنا عندي خلل هرموني. صافي، راه هذه الحلقه كافيه والمعلومات اللي في هذه الحلقه كافيين للناس اللي عندهم خلل هرموني. اولا ما لازم البنت تبلغ قبل 14 سنه. 12 سنة مقبولة عند الأطباء. الآن 10 و8 ما مقبولينش عند الأطباء. الآن أصبحوا كيبلغوا على 8. نعم، أن البنيات الآن كيبلغوا على 7 و8. هذا خطر. لماذا؟ لأن من 8 سنين والبنت غادا تبقى معرضة للهرمونات حتى لسن الياس. ولذلك الأطباء يقولوا أن البنيات اللي كيبلغوا في سن مبكر كيكونوا معرضين لسرطان أولا. حتى سن الياس كتجيهم يعني على سن مبكرة. سن مبكر كتجي خطيرة بعدا، كتجي خطيرة، كتجيهم خطيرة. يعني هذو هما الحالات الآن. السيدة قالت حالة خاصة، هي مش حالة خاصة. فمش لازم البنيات، من قبل كانوا كيبلغوا على 14، في المغرب كانوا كيبلغوا على 14. كاين بعض الحالات في الأطلس وفي بعض المناطق اللي فيها بعض المكونات الغذائية اللي كتسخن البنات وحاجة، كيبلغوا على 10 11 12. ماشي مشكل. وحتى في قديم الزمان كانت المراه تبلغ من امنا عائشه رضي الله عنها، يعني كان النساء كيبلغوا على سن مبكره، ما كانش مشكل يعني عليه. فهاد الحالات الاطباء كيقولوا من الاحسن، انا ماشي يعني البنت تبلغ على 50 ما كانش مشكل. غير الاطباء كيقولوا بان بعض الحالات ديال البنيات اللي كيبلغوا في سن مبكر كيكونوا معرضات للسرطان اكثر من البنيات اللي كيبلغوا على 14 سنه. علاش البنيات كيبلغوا الان؟ لان كاين محفزات ديال النظام الهرموني الاندوكريني. هاد المحفزات كاينه في التغذيه. ان التغذيه اللي كيتناولوا هاد البنيات خارج المنازل هي كلها محفزات هرمونيه، هي البنات غادي يبلغوا قبل وغادي يولي عندهم واحد الافراط في هاد الهرمونات، وغادي عندهم مشكل خطير جدا. وغادي يولي احباط، والبنت لما تزوجتش غادي تنعكس على الحاله النفسيه ديالها، وغادي تقلق وغادي تحبط وغادي يولي اشياء اخرى. من قبل ما كانوش البنات كيتحبطوا قبل 26 و28 عام. دابا البنات كيتحبطوا على 18 و20، رغم ان القانون الان كيمنع الزواج قبل 18، ولكن كاين بنات دابا اللي كيتحبطوا قبل 18 عام. لماذا؟ لان هذا قانون الطبيعه، هذا قانون الله، الله خلق البشر هكذا. ما تجيش انت تضع قانون تقول هذه البنت هذه تسنى 18 عام، بلغت على 8 تسنى 18 بزمنها. يعني كاين، وشوف سبحان الله، الشريعه تحترم قانون، ماشي قانون الطبيعه، قانون الله. يعني الشريعه تحترم الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. الله خلق البشر هكذا، لا يمكن حنا نوضعوا لي حد نقول لي لا حبس استنى عافاك حتى توصل 18. هذا كيولي اجحاف في حق الله سبحانه وتعالى. ان الامور الان اللي توضعت، الناس كيحلوا تحليل خارجي، ولكن حنا كنقولوا لهم انت اللي عندك 60 ما تحللش البنت اللي عندها 18، تجي البنت اللي عندها 18 هي اللي تحلل، هي اللي نسمعوا لها.
انت كتحلل في مكان شخص اخر. ولذلك انا دائما اقول سوسيولوجيا المغرب ما قبل بداتش، ربما نبداوها ان شاء الله، ولكن سوسيولوجيا المغرب الناس اللي كيتكلموا عليها كلهم كيتكلموا عليها خارج سوسيولوجيا المغرب، لا علاقه لهم بسوسيولوجيا المغرب. ربما تكون سوسيولوجيا فرنسا ديال دوركايم، ربما تكون سوسيولوجيا ديال الغرب ولا حاجه على حسب علماء اوغست كونت ولا حسب توماس هوبس ولا جون لوك ولا حاجه، نعم، ولكن سوسيولوجيا المغرب مازال ما قصح حتى واحد ومازال لا يقدر احد ان يتكلم فيها. سوسيولوجيا ليست سهله لانه مجتمع متكامل من حيث البشر، هو مجتمع عربي، مجتمع يعني في بلد فيه مكونات كبيرة، مجتمع متعايش، عنده دين، وعنده قبل من الدين كانوا عنده أشياء قوية. يعني الإنسان الأمازيغي، أمازيغي تعني إنسان حر، من اللي زاد الشريعة الإسلامية زادت تكرست القوة ديال هذا الشخص اللي فتح الأندلس، هو حر وزاد الإسلام، ولو عنده جوج العوامل قوية جدا. ولذلك من المستحيل على الناس اللي يقرأوا السوسيولوجيا برا باش يحلوا المجتمع المغربي، خاص المجتمع المغربي يحلوا الشخص اللي كيعرف سوسيولوجيا المغرب يعني بالتدقيق. فهذه الأشياء لأن هذه كتأدي بنا، كتوصلنا لهذا المشكل. كيف يعقل على أن كاين خبرة طبية، كاين أشياء علمية محضة الآن خاضعة للقانون، هي ما خصهاش تخضع للقانون. نعم، وضعت قوانين فعلا ما خصهاش تخضع للقانون. حتى بعد حالات الطلاق الآن في المغرب هو ملف طبي 100% وليس ملف شرعي. ملف طبي لأن هذا الخلل الهرموني كيخلي المرأة تمشي تطلب الطلاق اللي ما عارفاش اش طلبت، هي ما بغاش تطلق وما بغاش تفرق رجل، ما بغاش تفرق ولادها، ومع ذلك يوصلها لواحد الحاله العصبيه اللي كيخلي ديك المراه ملي تصح تتفوت ذاك الخلل الهرموني، كتندم وتبدا تبكي، ولكن كيكون القانون جرى عليها الجرى ديالها. يعني هنا في خصنا. ولذلك انا اقول جميع الحقائق العلميه يجب ان لا تخضع للقانون، خاصة تخضع لملف علمي اولا فني، ثم تعطى تسلم للقانون، وليس القانون قبل العلم. العلم اولا سيونس، العلم اولا طب اولا، البحث العلمي اولا، ماشي سوسيولوجي. ولا كان يكون بحث سوسيولوجي، يكون شخص ما قاريش سوسيولوجيا برا، يكون شخص عارف سوسيولوجيا المغرب، عارف مثلا المنطقه بالضبط، منطقة الدكالة شنو فيها، منطقة الشاوية شنو فيها، منطقة قسلتادلة شنو فيها، منطقة الأطلس أزيلة شنو فيها، منطقة الجبارنة ديال كذا شنو فيها، منطقة تندرالة ديال وجدة شنو فيها، منطقة العروية ديال الناظورة شنو فيها، منطقة مكناسة شنو فيها، منطقة تيسة شنو فيها. خصو يكون شخص ملم بأحوال الناس. ولذلك الشريعة الإسلامية تشترط في القاضي أن يكون ملما بأعراف الناس، وأن يكون من بين هؤلاء الناس. أما نجيبوا واحد شخص قرا القانون في باريس ونعينه مثلا قاضي في واحد المدينه، ربما غادي يصعب عليه الامر يعني يحكم بين الناس. هذا طبيعي. نعم، هذا شيء مهم جدا، لان الان الحالات الاجتماعيه، الان الحالات الاجتماعيه خطيره جدا، لدرجه انني وصلت في الاستنتاجات العلميه ديالي، وان شاء الله انا غادي نتكلم سوسيولوجيا المغرب، وهذا الشيء اللي كنتكلموا فيه راه سوسيولوجيا المغرب، لان نقل ورمان هو لا يقتصر على التغذيه، لا ابدا، انما هناك على نمط عيش مغربي مستقبليا ان شاء الله حلقه عن السوسيولوجيا. قلنا ان من لا يمكن ولا اسمح باش يكون حوار بين رجل وامراه. لماذا؟ العامل الهرموني، المشكل ديال العامل الهرموني، لا يمكن نشدوا واحد الموضوع ديال المشكل الاجتماعي ونجيبوا امراه تحاور مع راجل، لأن ليس نفس المفهوم، ليس نفس الأفكار، ليس نفس النظرة. المرأة عندها فكر وعندها نظرة، الرجل عنده فكر وعنده نظرة. خاص إما جوج النساء يناقشوا موضوع، وإما جوج الرجال يناقشوا موضوع، إما أن يناقش راجل مع امرأة يناقشوا موضوع. لا، لماذا؟ لأن الحالة الهرمونية، الصعق الهرموني عند المرأة ليس هو الرجل عنيف الطبع، لأن عنده التستوستيرون. التستوستيرون هرمون عنيف جدا. المرأة عندها العكس، عندها هرمونات عاطفية، عندها هرمونات لينة جيدة سلسة. هذا ولذلك ملي كيكون النقاش كنشوفوا على أن الرجل كينحاور مع المرأة، ولكن كيشوف فيها ديما المرأة. خاص علاش؟ ملي كيكونوا جوج ديال النساء كيكون الفكر يعني متكافئ، كيكون تكافؤ. ملي كيكون راجل مع راجل كيكون الفكر متكافئ. ولهذا شوفي الحوارات الان كلها عاقمه، كي كيكون فرج المعامله تكون دائما عنيفه، اولا عنيفه لان الاعتراف بالاخر ما كيكونش، لان الرجل دائما كيبغي يبان على ماشي حتى المراه،
حتى المرأة هي تتبغي تبان، تتبغي تبين بأنها راقدة. فهنا فين كاين المشكلة؟ علاش؟ لأننا كنقول حقائق علمية ثابتة ولا يمكن أن نتغاضى عنها. مع الأسف الشديد جميع الحوارات الآن اللي مديورة الآن عبر الفضائيات والمنتديات الدولية هي حوارات ما كتحترمش الأصل العلمي والتأصيل العلمي للأشياء، وما كتحترمش حتى خلق الله في الطبيعة. مثل آخر، هل يمكن لشخص عنده 24 سنة باش يتحاور مع واحد عنده 65؟ في بعض الأحيان من المستحيل. لماذا؟ لا يمكن، لأن نظرة شخص عنده 65 يستعد للقاء ربه ماشي نظرة شخص 24 أمبيسيو أستعد قال بسم الله وباقي كيشوف الدنيا بالأخضر. لا يمكن، لا يمكن، من المستحيل شخص عنده 24 سنة أن يحاور شخص عنده 65، والعكس صحيح. 65 سنة لا يمكن أن يحاول. ولذلك الفرق ما بين الأب والابن، ديما الحوار ديال الأب مع الابن تيما يكونوش متكافئين. علاش؟ نظرة الأب ليست هي نظرة الابن، والأب تيبغي يفرض الفكر ديالو على الابن. لا، خاص تحترم النظرة دي. علاش؟ لأن عنده الفضاء اللي كيعيش فيه، وعنده الفترة اللي كيعيش فيها الزمنية، وعنده الوقت اللي كيعيش فيه، وعنده الجيل اللي كيعيش معاه، وعنده النظرة ديالو واش غادي يكون. النظرة ديال الأب كانت في هذا ما نفرضوش على نعم، هذه أشياء اجتماعية يعني خاص فن الحوار. يعني هذه لما تطرقت لها، أنا لما تطرقت لها لدرجة أني توقفت. علاش؟ لأن غادي ندخل في شي أشياء ربما غادي يوقع ليا بحال جميع العلماء اللي مكروا الفكر ديالهم ولكن آخر رجعوا ليه. الناس نكروا الفكر ديال كانت ورجعوا ليه، نكروا الفكر ديال دوركايم ورجعوا ليه، نكروا الفكر ديال أفلاطون ورجعوا ليه، نكروا الفكر ديال جون جاك روسو ورجعوا ليه للعقل الاجتماعي، ونكروا الفكر ديال غاليلي والحقيقة العلمية غاليلي وفي الأخير بأن الأرض تدور. فهنا كما أقول دائما أن الأشياء مش ثابتة، ليست مطلقة كالوحي. الوحي مطلق ثابت، الأشياء الأخرى متغيرة مع الزمان، مع المكان، مع الشخص، مع الوسط، مع حتى القطب الشمالي مش هو القطب. جميع الناس اللي كيعيشوا في الإكواتور في خط الاستواء مش هما الناس اللي كيعيشوا في القطب الشمالي. لا، لا يمكن، لأن تعرض الإنسان للعوامل الخارجية هو الذي يجعله في واحد الحالة معينة. إذا كان محبط في صغره غادي يطلع عنيف، غادي يكون الفكر ديالو عنيف، وغادي يحارب الأخو الإنسان. هذا هو الفكر ديال توماس هوبز. يعني الآن يقول الإنسان بيئد، الإنسان ليس ذئب. ثم إلى عاش مزيان شو غير الشعر مثلا، نأخذ غير الشعر بسيطة جدا. الشعر ديال أحمد شوقي مش هو ديال عباس محمود العقاد. الشعر ديال سامي ماشي هو الشعر ديال أبو القاسم الشابي أبدا. يعني لا يمكن أن يكون مثله. أبو القاسم الشابي عاش في فترة وفي مجتمع قاسي وما إلى ذلك. هذا الشعراء الآخرين بحال أحمد شوقي عاش في القصر، فلا يمكن أن يكون بمثله. ولذلك أنا أقول أشياء تعزى كلها لأشياء الله سبحانه وتعالى. أننا نحمد الله على هذه الشريعة. لماذا؟ لأن هي الثابت الذي نرجع إليه لما نضل. لما نضل نرجع إلى هذا الثابت اللي هو الشرع، اللي هو الوحي والسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المشكل الهرموني، أنا أقول لماذا دخلت في العلم الاجتماعي؟ المشكل الهرموني هو مشكل اجتماعي، هو مشكل ربما يؤدي بالمجتمع إلى ويلات. ولذلك نشوف أن العالم الغربي الآن، العالم الغربي، أن طغيان الهرمونات على النساء، النساء عندهم طغيان هرموني في الغرب. أن المرأة في الغرب أصبحت عنيفة جدا، عنيفة جدا، لا تطيق لا تطيق الأطفال، ولا تطيق الرجل، ولا تطيق حتى الشخص اللي مستخدمها. يعني لماذا؟ لأن هذا الصاق الهرموني وهذه الحالة الهرمونية تجعل من هذا الشخص أنه الجسم ديالو يكون، مش الجسم، نفسية الجسم تكون في حالة معينة، ويعني تحت شروط معينة.